الآن قاد الجهاز مكافحة الإرهاب داخل أزقة مدينة مصر القديمة. حتى الفاصل بيننا وبينه هو احنا نفس الحال بعد مسافه هي قدام مشتري. شكرا للموصلية. وإحنا الآن في المدينة القديمة اللي نطلع بشكل قريب على الموقف. الأمور جيدة، المعنويات عالية. البارحة تفجير الجامع ومنارة الحدبة يعني حز بنفسنا، لأن هذا معلم تاريخي، ولكن ما أثر على الروح القتالية، بل زادنا إصرار للقضاء عليهم بأقرب وقت، بأقصر وقت إن شاء الله سوف يقضى عليهم بأقرب وقت. أعلن هزيمته يعني تفجير الجامع؟ هو هذا إعلان رسمي وليس إعلان عادي، إعلان بأنه انتهى من الوصل إن شاء الله. قطاعاتنا بعد أن أكملت واجبها يوم أمس وأصبحت لمحاذاة جامع النوري ومنارة الحدباء اللي قام بتفجيرها أمس عناصر داعش، الآن احنا نقوم بجولة تفقدية داخل المدينة القديمة، نتفقد قطاعاتنا ونوصل إلى الخط الصد، نلاحظ المنطقة والقطاعات اللي قاتلت في هذه المنطقة. قطاعاتنا اليوم بانتظار أخواننا في الشرطة الاتحادية في الجناح الأيمن وأخواننا في الفرقة 16 بالجناح الأيسر للوصول بمحاذاة قطاعاتنا، ومن ثم استئناف التقدم لما تبقى من المدينة القديمة. طبعا ما تبقى من المدينة القديمة هو تقريبا نفس المسافة اللي تم السيطرة عليها من قبل قطاعاتنا. نحن في مركز المدينة القديمة حاليا، لأن جامع النوري ومدينة ومنارة الحدباء هي تقع في سنتر أو مركز المدينة القديمة. الموقف جيد وقطاعاتنا تقاتل معنويات عالية وشجاعة باسلة، وكاميرتكم يمكن تلاحظ طبيعة المنطقة والطبيعة الجغرافية لهذه المدينة والأزقة الضيقة والبيوت المتلاصقة مع وجود العوائل المدنية، لكن تمكنت قطاعاتنا بخبراتهم القتالية العالية وبقدراتهم القتالية وبمهنيتهم العالية تمكنوا من تنفيذ الخطط الميدانية بدقة على الأرض ومن تحقيق النصر والسيطرة على هذه المنطقة وإخلاء العوائل المدنية. لحد هذه اللحظة احنا خالين أكثر من 8000 مدني أو مواطن إلى المناطق الأمينة، وإن شاء الله التقدم مستمر. هذا ما وعدنا بأهالينا بالموصل، هذه مثل ما تلاحظون جولة داخل المدينة القديمة. الآن جامع النوري ومنارة الحدباء التي قام داعش المجرم بتفجيرها يوم أمس خلفنا لا تبعد إلا أمتار. إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة سنعلن عن تحرير المدينة القديمة بالكامل. هذه إحدى الممرات أيضا اللي الآمنة اللي فتحتها قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب إلى أهم المدنيين في المدينة، ومثل ما تلاحظون تم إخلاء كافة المدنيين منها وتأمين ملاذ آمن لهم، وإن شاء الله قطاعاتنا مستمرة بالتقدم وصولا إلى نهر دجلة.